صباح الخير على كل مشاهدينا، صباح يوم جديد مليء بالخير والأمل والعمل والتفاؤل إن شاء الله. أعلنت جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، مصر بتكرم مبدعيها في مختلف المجالات، وعلى مدار السنين مصر بتحظى بعدد كبير جدا من المبدعين في كل المجالات، وبتظل جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية واحدة من الجوائز اللي بيظل مبدعي مصر في حالة انتظار ليها كل عام. أحيانا بيقوم جدل كبير جدا حول الأسماء اللي حازت جوائز الدولة بسبب أن في أسماء كتيرة بترى أنها مستحقة. هذا العام يمكن نسبة الجدل كانت أقل نوعا ما، لأن هناك أسماء استحقت فعلا الفوز بجوائز الدولة على اختلافها وتنوعها، وإن كان هناك المزيد والمزيد من الأسماء اللي بتحتاج إلى التكريم والتقدير في الإبداع المصري. على شاشة النيل الأخبار هيكون لنا وقفات متنوعة في الحوار مع مبدعي مصر ممن حازوا على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية. النهاردة بيشرفنا في هذا الصباح واحد من مبدعي مصر الحائز على جائزة من جوائز الدولة التشجيعية، وهو الكاتب الشاب أحمد الصادق الفائز بجائزة الدولة التشجيعية عن رواية الخيال العلمي هايدرا. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح النور. ألف مبروك أولا طبعا. الله يبارك فيك. خيال علمي، والخيال العلمي من الألوان الأدبية الصعبة والقليلة في الكتابة لدينا في مصر ويمكن في العالم، ولكن لدينا في الأدب العربي أو في مصر والكتابة مش موجود قوي بشكل كبير. ليه اخترت كتابة في الخيال العلمي؟ يعني في البداية أحب أشكر حضرتك على المداخلة الجميلة. والأدب الخيال العلمي يعني جائزة الدولة التشجيعية كان لها مبادرة جميلة جدا إن هي تعمل تصنيف مخصوص في الجائزة إنها تبقى رواية خيال علمي، وده ممكن يبقى يخلي الموضوع يمشي شوية بعد ما هو يعني تقريبا ما بقاش موجود خالص زي ما حضرتك أشرت، يعني الأدب خيال العلمي. بس بالنسبة للرواية لما أنا كنت بكتبها أصلا، حتى يعني من كتر ما الموضوع في العقل الجمعي بتاع الكتاب مش منتشر، فأنا ما كانش في دماغي إن أنا بكتب رواية خيال علمي أصلا، كانت في دماغي إن أنا بكتب رواية إنسانية فلسفية بتتكلم عن الخلود. كان الإجابة عن السؤال ماذا لو أصبح الإنسان خالدا في الحياة، فكان بالنسبة لي ده سؤال فلسفي أكتر. بس لقيت نفسي بتورط في الخيال العلمي رغما عني، يعني لأنه الخلود طبعا الإنسان لو فضل خالد هيفضل عايش لحد المستقبل، والمستقبل بيتطلب بالضرورة خيال علمي. لقيت نفسي في التحدي يعني مع كتابة نوع جديد. أنا ما كتبتش خيال علمي قبل كده، كتبت ثلاث أعمال منشورة قبلي، بس ما كتبتش خيال علمي. كانت نوعيتهم إيه؟ يعني أنواع عادي واقعي مثلا، بيبقى فيه أنواع نقدية شوية، أو نقدر نقول هزلية ساخرة، يعني ساخرة ساخرة. في يعني أنواع بتبقى واقعية أغلبها، لأنه الكاتب غالبا بيبتدي بالواقع يعني. بس بعد كده لما أنا دخلت في موضوع خيال علمي حبيت الموضوع، وقررت بقى إن أنا ما كنش ملتزم بنوع أدبي معين، يعني أنا عايز أخد تجربة كل الأنواع الأدبية في مسيرتي في الكتابة في المستقبل. أنت بتكتب ما يحلو لك، وأنت الفكرة اللي بتجيلك بتخدمها بالشكل اللي أنت شايفه. ده عظيم. لكن وانت بتكتب هنا في هايدرا خيال علمي، هل انت مثلا اطلعت على الاتجاهات في كتابة الخيال العلمي في بره؟ يعني في بره في اهتمام بالخيال العلمي، كتابة الخيال العلمي اكتر يمكن، في الوان كتيره، في كتاب ناجحين جدا في ده، هل اهتميت انك تطلع ولا التجربه هنا مختلفه تماما؟ هو الاطلاع كان اكتر على القراءات العلميه الخاصه بيا في العلم نفسه، يعني الخيال العلمي بناخده من العلم الحقيقي والحقائق العلمية، ودي بيبقى عليها تنبؤات
علمية في المستقبل. إنه الخيال العلمي ما يعني ما ينفعش أكتب عمل أدبي فيه حاجات ميتافيزيقية وقول ده خيال علمي. ودي مشكلة واقع فيها برضو ناس كتير، إن هم بيخلطوا بين الفانتازيا والخيال العلمي، وبيعتبروا أي حاجة فيها خيال وسحر انت توصل لحاجات كتابات ما وراء الطبيعة؟ يعتبروها دي خيال علمي، بس دي مش خيال. الخلط اللي بيحصل ما بين ما وراء الطبيعة والظواهر وما بين الحاجات العلمية. انما انا اصلا قراءاتي كانت من وانا صغير، يعني كنت بحب اقرا في الكتب اللي هي تبسيط العلوم الفيزيائية، الفيزياء وعلم الفلك والى اخره. فكان عندي اصلا يعني انا مستعد بالفطرة ان انا اخش المجال ده وانا مطمن يعني. وبالنسبة بقى للموضوع الحبكة بقى والكتابة، ده اصلا موضوع عام موجود في كل الروايات، يعني مش شرط ان انا اقرا روايات خيال علمي عشان اكتب روايه خيال علمي. ممكن اقرا اي روايه، ويعني القراءه عامه هتفيد كتابه خيال علمي. واللي بيطلع ده الموهبه الخاصه بيك بتطلع على الورق في صوره افراز لكل اللي قريته في يوم ما من الايام. بالظبط. هايدرا عايزه تقول ايه؟ هي بتتكلم عن الخلود زي ما انت شرحت لي، وفكره ماذا لو الانسان مخلد. عايز تتكلم عن ايه؟ عايزه يعني بتحاول طبعا، ومفيش اجابه حاسمه فلسفيه على السؤال الوجودي اللي هو احنا لو موجودين في العالم احنا بنتساءل السؤال الوجودي، احنا موجودين ليه؟ ايه الهدف من الحياه؟ احنا بنعمل ايه هنا؟ السؤال الطبيعي لكل بني ادم بيسأله نفسه. فكان السؤال دوت موجود بقوة جوه الرواية، يعني اللي كان بيحرك السؤال ده إن الإنسان عايش إلى الأبد، ما بيموتش. يعني في لما بيكون عايش إلى الأبد هيبتدي يفكر في العلم، هيبتدي يفكر اكتر في الكون اللي حواليه لانه عنده وقت، وهيحاول بقى يلاقي اجابه عن السؤال ده. والسؤال ده ساله انسان بدائي اكيد في بدايه الزمان، انا بفترض ده في الروايه، والروايه فيها فصل كامل في حياه بدائيه قبل 200 ألف سنه قبل الميلاد. فبجيب يعني السؤال اللي سأله الإنسان الأول، وفي نفس الوقت السؤال اللي سأله الإنسان الخالد في المستقبل، وكل دوت بيمشي في خطوط يعني ممكن نقول متوازية ومتقاطعة في نفس الوقت، زي إنه في أحقاب زمنية مختلفة في الرواية. الرواية تعتبر فصول، كل فصل بيحكي في زمن معين بعيد قوي عن الزمن التاني. طب ايه الرابط ما بين الازمنه دي؟ السؤال الوجودي ورابط انساني. والسؤال الوجودي برضو معتمد على التفكير، يعني معامله الانسان في الحياه مع اخيه الانسان. انه لما نيجي نتساءل كده من بعيد، هو ليه الانسان بيحارب الانسان؟ طبعا في الروايه حروب ما بين او مش حروب، يعني هي كان استعباد وحشي، في طبقيه وحشيه جدا ما بين الخالدين والفانين. الفانين دول بقوا عبيد بيخدموا الخالدين. مفيش خيال علمي الا ما بينطلق من واقع، الا او حالك في الواقع بالفكر. هي الفكره اصلا مش جايه من حاجه في الواقع بقدر ما هي جايه من افكار فلسفيه اكتر. يعني هي روايه ممكن برضو تعتبر في شك يعني بصوره ما من صورها رواية طيار وعي، إن هي بـ 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 بتتكلم في فكرة معينة وبتجيب تفاصيلها
بتشرح فكر فلسفي بشكل ما عن طريق الخيال العلمي. بس مش بشكل اكاديمي او كده، لا يعني في الاطار، في السياق في العام، في الاحداث اللي بتحصل ووسط تساؤلات الشخصيات ووسط كل المشاكل اللي بتواجه الشخصيات جوه يعني. طيب، كتابات ما وراء الطبيعه وكتابات الخيال العلمي من الكتابات المحببه جدا لمرحله سنيه معينه، نقدر نقول للشباب. هل الكتاب صالح لقراءه الشباب ولا علشان بيناقش فكر فلسفي شويه عايز منهم اعلى في السن؟ لا، انا في هايدرا بالذات كنت مدرك للنقطه دي، وعلشان كده حاولت بقدر الامكان ان انا اخليها روايه يقراها الشخص المثقف والمطلع وينبسط بها، ويقراها برضو الـ يعني عامه الناس اللي بيحبوا يتفرجوا على افلام مثلا خيال علمي. ممكن هيقرا الروايه وهينبسط بيها جدا، وكل واحد هيتلقاها بشكل مختلف عن التاني، فهي بتلعب على كل الوان جين يعني. في ناس بتكتب وعينها على السينما، انت بتكتب وعينك على السينما ولا مفيش في ذهنك؟ ولا يعيب حد عشان نبقى متفقين من الاول. تقصدي الروايه مثلا اللي انا بكتبها بفكر بيكون فيها الرؤيه بتاعت ان ده ممكن يتحول لعمل سينمائي، خاصه الخيال العلمي محبوب وقليل عندنا في مصر. وده حقيقي، وانا اصلا كاتب سيناريو ويعني ليا اعمال بس لسه ما ظهرتش على الشاشه، وان انا اكتب روايه علشان تبقى سينما مش بفكر في ده في المقام الاول. بس هايدرا برضو لما في نص الكتابه بقى وانا بكتبها كنت بتخيل ان دي لو اتعملت مسلسل كبير او فيلم سينمائي هتبقى عظيمه جدا، لانه فيها حبكات واثاره عاليه يعني، مناسبه للفرجه. وحاجه كده بقى زي افنجرز مثلا. طبعا كنت بتخيل هايدرا ان هي لو هتتعمل فيلم مثلا في هوليوود بقى احلام. يعني ايه احمد هايدرا صحيح؟ هايدرا ده اصلا حيوان اسطوري ضخم كان بيحاربه هيركليز. كل ما كان يقطع رقبه كان بيطلع مكانها رقبتين او ثلاثه كمان. هو كان عنده 9 رقاب، ثعبان كده ضخم. فهايدرا برضو اكتشفوا حيوان رخو صغير جدا بيعيش في البحر شبه هايدرا، ليه برضو اطراف كتير، ولو اتقطع منه طرف بينمو لوحده. واكتشفوا ان هو ده مش بيشيخ، شاب على طول شاب، وانه لو فضل عايش في ظروف مناسبه هيفضل عايش الى الابد. عايزين نتعرف عليك. قالوا ان الكائن ده كائن خالد. فلقيت الاسم ده مناسب، ومش بس اسم كده، لا ده في رحله فضائيه جوه الروايه اسمها هايدرا برضو. مرتبطه بالاحداث من الداخل يعني. رحله زمكانيه يعني، بتروح في الزمان والمكان في نفس الوقت. جايزه دوله تشجيعيه وانت لسه في بدايه الطريق، تمثل لك ايه؟ يعني اكبر حاجه حصلت في حياتي حتى الان في مسيرتي الادبيه، وبعتز بيها جدا، ويعني فخور بيها، ومرحله بتخلي طبعا اي كاتب ياخدها ان هو يعني بتخليه يقدم او بتديله حماسه ان هو يقدم مزيد من الكتابه في المستقبل، علشان مش هيكتفي بالتشجيعيه حتى من اسمها بتقول لك ما تكتفيش بيا، انت عايز تبقى تاخد حاجات اكبر من كده كمان. احنا عايزينك تاخد حاجات اكبر. انت دراستك ايه يا احمد اساسا؟ فلسفه. ادب فلسفه. واخداك في اتجاه الكتابه بشكل اكتر. فلسفه واخداني في ال ما كانش ليك اي مجال في مجال دراسه الكتابه مثلا، او دراسه السيناريو بشكل او باخر؟ لا، بس درست السيناريو لوحدي يعني. مشروعك اللي جاي ايه؟ في مشروع منتهي
علشان انا اصلا خدت منحه وزاره الثقافه في التفرغ، ف خدتها 3 سنين والسنه الرابعه ان شاء الله اللي جايه، فدي ساعدتني ان انا كل سنه كنت بخلص عمل، فعندي اعمال خلصانه وفي نفس الوقت لسه هايدرا منشوره وعندي عملين كمان خلصانين. فالروايه اللي جايه اللي هي خلصانه دي روايه فلسفيه بحته بقى برضه نفس الاتجاه. بس لا هو مش نفس الاتجاه، هو هايدرا خيال علمي واثاره بقى لكن دي فلسفه اكتر، تحليل فلسفي اكتر يعني. تحليل فلسفي اكتر، وروايه نفسيه برضو اكتر، فيها عمق نفسي يعني. عظيم، انت واخد اتجاه مختلف يمكن عن مختلف او عن الاتجاه العام اللي موجود في السوق دلوقتي، وده ممكن يكون مصدر تميز خاص ليك يا احمد في الفتره الجايه. رايك في اهتمام الدوله بالمبدعين الشباب ايه في المرحله اللي احنا بنحياها؟ يعني انا اكتر حاجه عجباني بما اننا بنتكلم على بخصوص الجائزه التشجيعيه زي ما قلت لحضرتك، فكره ان هي تعمل جائزه للخيال العلمي دي فكره دي سابقه من نوعها بالظبط. دي حاجه انا طول يعني انا اصلا مخلص هايدرا ككتابه قبل ما انشرها يعني، وكنت كل يومين بخش على جوجل اكتب هل في مسابقه خيال علمي ظهرت. ما فيش، انت مش متخيل مش متوقع يكون ده موجود التصنيف ده. كل شويه انا عايز اي حد يعمل يعني يعمل جايزه للخيال العلمي علشان انا عايز اخش بالروايه دي. فلما شفت التشجيعيه عملت ده انبسطت جدا، انبسطت اصلا قبل يعني وانا بقدم، انبسطت من مجرد ان فيه التصنيف ده، ان فيه اهتمام بالتصنيف ده. اروقه الجائزه نفسها او اروقه عمليه التسابق كانت بالنسبه لك ايه؟ الموضوع اصلا السنه دي كان صعب كمان. ليه؟ التشجيعيه كان في عام اسمه عامل فراغ، نشأ من سنه 67. فمن ساعتها ما كانوش ما اعلنوش النتائج السنه اللي بعديها، فكان بيعلنوا النتائج بعديها بسنتين. مؤجله. ففضلت مؤجله وهكذا يعني لحد 2019. المفروض اللي في 2019 هيتم اعلانهم 2021. واللي في 2020 اللي هو انا قدمت فيها في 2020 هيخلوها في 2021 برضه. فضموا جايز دورتين مع بعض. فبقى التنافس بقى ضعف العدد. فكان في تنافس قوي جدا في الجائزه السنه دي، و يعني ما كنتش يعني كنت مستبعد شويه الموضوع انه يعني لانه العدد كبير، بس كنت بحلم يعني بالفوز. حقك وحق كل مبدع ان هو يلاقي التقدير ده والتواجد ده. الشيء اللافت للنظر السنه دي هو الاهتمام العام اللي احنا شفناه بعد اعلان جوائز الدوله التقديريه والتشجيعيه والاهتمام بيها، زي ما يكون الناس كانت في حاله تعطش لفكره تقدير الدوله للمبدعين. لمست ده بشكل او باخر؟ ده حقيقي، وشفت كمان الصفحة الرسمية للمجلس الوزراء بتحتفي بالفائزين في الجائزة، ولا الدولة يعني ماشية في سكة صح ومظبوطة بالنسبة للاهتمام بالمبدعين. ويعني منحة التفرغ ليها فضل عليا في ده طبعا، انها خليني غزير الانتاج في المرحله الاخيره يعني من السنين اللي فاتت، ولا يعني في عرفان بالجميل يعني. وفكره العرفان بالجميل دي احساس المبدع ان الدوله بتعترف بوجوده وبجميله على هذا المجتمع وبتقديره ليه من خلال هذه الجوائز مهمه جدا. الحقيقه لبسناها بشكل واضح جدا من خلال ردود الفعل بعد اعلان جوائز الدوله التقديريه والتشجيعيه اللي احنا هنتابعها معاكم على شاشه النيل للاخبار.
كاتب الشاب احمد الصادق الفائز بجائزه الدوله عن روايه خيال علمي هايدرا. انا بهنيك مره تانيه، شرفتنا على شاشه جميل الاخبار، عايزين نشوفك تاني بروايه جديده واخده واحده من الجوائز المختلفه والمتنوعه اللي بتغذي مجال الابداع. نورتنا. نورك، شكرا. مشاهدينا بنبتعد دقائق قليله عن التاسعه، وعلى راس الساعه موجز لاهم الانباء. كونوا معنا بعد الموجز للمزيد من اللقاءات في هذا الصباح.